السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. عاوز تساعد فلسطين؟ حرر نفسك. مش هتعرف تساعد فلسطين وانت مسجون بالقيود دي، مش هتعرف. وانت نازل تحرر نفسك لازم تعرف ان انت مش بتنصر بلدك بس، انت بتنصر بلدك وبتنصر المسجد الأقصى وبتنصر المستضعفين وبتنصر كل العرب وبتنصر كل المسلمين. لأن إسرائيل لما أقيمت دولة إسرائيل على أراضي فلسطين، كان المخطط ليها ان اسرائيل مش هتعرف تحارب كل الناس دي. هتعرف تحاربهم ازاي؟ يعني واحد هيحط 3 4 5 مليون وسط 150 200 300 مليون، طبعا محيط عدائي جدا جدا. فزي ما شفنا بالتدريج ازاي وصل الموضوع ان اسرائيل ما بقتش تحارب بجيشها اصلا، اسرائيل بقت تحارب بجيوشنا احنا. اسرائيل بقت تحارب بجيوشنا احنا، بحيث اصبح سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع سلامة المواطن الإسرائيلي برضه. وده شيء منطقي جدا، ربنا دايما بيجري على لسان هذا الجاسوس كلمة الحق، زي لما قال لك إحنا أي حاجة ما بترضيش ربنا إحنا وراها وبندعمها. معلش أنا شايل البتاع بإيدي يعني عشان ما جبتش الحامل. فهو فعلا زي برضه ما قال لك سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع سلامة المواطن الإسرائيلي. فانت لازم تبقى عارف ان انت ان احنا ربنا خلقنا في هذه الارض عشان نعيش احرار. طيب احنا دلوقتي مش عايشين احرار، ماشي مش مشكله، بس دلوقتي مش هنعيش اصلا. الحلقه اللي انا قدمتها امبارح على، عشان ممكن الناس تكون ما شافتهاش، على تصريح السيسي الاخير بصراحه كده بيقول انا جاسوس ودرا دماغكم في الحيط، بس بيقول يا جماعه هي مفاوضات، انا عارف ان انتوا قلقانين بس هي المفاوضات بتاخد وقت. طيب يا عم مش انت كاتب بايدك اللي عاوز اقطعها دي ان اثيوبيا يحق لها البناء اثناء التفاوض؟ مش انت كاتب كده في البند الخامس؟ ما انت اكيد كاتب كده. مش هقول لك ما انتش فاكر، لا ما انت عاملها يعني اساسا، يعني بصراحه عمل، والله قسما بالله العظيم عملوا معاهده ما تخر الميه، يعني مش سايبين فيها ثغره، ثغره واحده نعرف نتصرف فيها. ومع ذلك ما حدش بيتكلم خالص، يعني حتى المخابرات بتدي له امر ان هو يتكلم عشان يبقى اسمه، يعني بيتكلم على الميه، ما بيقولش ايه السبب. كاننا صحينا من النوم فتحنا عينيك لقينا معاهده، لقينا نفسنا مضينا على معاهده. مين بقى الجربوع اللي مضى على المعاهده دي؟ ما حدش بيقول مضاها ليه، ما حدش بيقول. مش في حاجه اسمها واحد اتضحك عليه، لكن ما في، لكن في حاجه، لكن برضه في حاجه تانية اسمها ان في حد بيتآمر. انت لما تروح بعيد بعيد وزيد، معلش معلش خليك بقى فاكر الكلام ده كله. لما واحد يكون كاتب معاهده بيقول لك ابني بس ما يقولكش هتديني ميه قد ايه، فيجي التاني يقول لك انت ما عندكش ليا حصص، انت ما عندكش حصص عندي، انا ما بعترفش بالحصص دي. ده بعد ما التاني مضاله. لما واحد بعد ما يمضي معاهده يقول لواحد، يقول له قلت والله والله مش هتضرنا. ليه يا عم؟ هو حبسك في اوضه ضلمه لا مؤاخذه ومقلعك هدومك تقول له والله ما هتضرنا؟ مش في معاهده يا ابني، مش في يا ابني معاهده هي اللي بتضمن حقوقنا. انا مش فاهم، مش فاهم والله، مش في معاهده هي اللي بتضمن حقوقنا. طب هو بعد المعاهدة هيبلطج علينا ليه؟ لو هو ماضي معاهدة وانت ضامن فيها هيبلطج علينا. ده احنا تاسع جيوش الارض، ده احنا تاسع، ده احنا اسرين قائد الاسطول السادس الامريكي، فيبطل علينا ليه؟ كان مفترض المعيز وابناء النزوات الصيفية من نتاج مراتب الكاراتيه لما هو حلفه كده يعرفوا ان هم بقر. انا مش بتكلم على اللجان، ده اكل عيشهم، يعرفوا ان هم بقر. طب هو بيحلفوا ليه؟ هو هيحلفوا ليه؟ ما هو في معاهدة، معاهدة راح بعد ما مضى عليه وقال له خلاص. ايه يا عم يعني انتوا بقالكم 200 سنة عاوزين تبنوا سد، محدش عاوز يديكوا البتاع، خد يا عم اهي. ما قالوش بقى المية. فتيجي طيب حصة مية، حصة مصر بتاعت المية، وبعدين في الآخر قال لك ايه؟ قال لك طب هنتخانق، هنتخانق نعمل ايه؟ نروح بقى للقضاء، القانون الدولي، تحكيم، أي حاجة. قال لك لأ، لو أثيوبيا ادتنا بالجزمة وعاوزين نروح قضاء او تحكيم لازم اثيوبيا تيجي معانا. ده البنود بتاعت، دي البنود بتاعت اتفاق سد النهضه، اعلان المبادئ اللي وقعه الجاسوس في مارس 2015، لازم الثلاثه يروحوا. فتخيل اثيوبيا لما تمنع نار ميه، نقول لها جدعانه كده تيجي معانا كده ليه؟ عشان واحنا بنشتكيكي، تعالي ما تيجي معانا واحنا بنشتكيكي يا اثيوبيا، جدعانه يعني، جدعانه مش هنستلك الجميل ده خالص.
مش مشكله برضو خالص، ما حصلش حاجه، ايه يعني مش نقطه. طيب نقعد نتخانق مع بعض ونتفاوض بينا وبين بعض، واحنا بنتفاوض بقى، واحنا بنتفاوض حضرتك اسيبها من حقها ان هي تبني، ده بند، ده اللي انا اتكلمت عليه امبارح، دي يقول لك ان انت اثناء الخطوط الارشاديه وقواعد التفاوض على الخطوط الارشاديه وقواعد تشغيل وملء السد بالتوازي، بالتوازي ماشيين جنب بعض كده مع بناء السد. طب انت عاوز يعمل لك ايه يعني؟ عشان كده بنقول ان لازم تنصر نفسك. طبعا احنا مهما جه تفكيرنا هما بيعملوا كده ليه اللي مشغلينه يعني، مش هتعرف تجيب برضو يعني، مش هتعرف يعني، هيبقى يعني رجما بالغيب. طبعا حاجه مصيبه، الحاجه الوحيده اللي انت تبقى متاكد منها ان ده جاسوس، وان بقاء كل يوم بيبقى فيه ده بيشكل خطر اكبر على مصر وجودي. تخيل لما واحد يموت مصر كلها، تخيل لما واحد يموت 100 مليون عشان خاطر هو مستعبد، نص مليون جربوع خاين جاي من طريقه، ابن حرام ماسك سلاح احنا كنا فاكرينه جيش، تخيلوا ده، تخيلوا ان كل واحد في الجيش ما يقدرش يفتح بقه الا ياكل بالجزمه، تخيلوا احنا وصلنا للمرحله دي، بحيث بعتوا لنا جاسوس حط الجيش كله تحت جزمته بعد ما الجيش كله حط ايده على البلد كلها، تخيلوا احنا الهوان اللي احنا فيه. فيا اما خلاص انت بقى حر، انت حر بجد والله، يا اما انت هتحاول تغير او مش هتغير، بس يعني لو ما قدرتش خلاص يعني، وقت تفتكر ان انا اطلع اقول يا شعب يا اللي خايف يا اللي جبان، انا عارف القبضه الامنيه، بس احسبها مع نفسك يوم ما هنتكلم على النزول يوم 10 يونيو هتعمل ايه؟ اديك شايف، اديك شايف ابناء النزوات الصيفيه بيخش يشتم، ما هو ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش حاجه يقولها، هيقول ايه؟ ما هي البنود الاتفاقيه نازله، هم اللي منزلينها، نازله بنود الاتفاقيه نازله، ما تناقش لحد دلوقتي. طب ما توديها يا عم لل ودي الاتفاقيه لمجلس الشعب ومجلس الشعب يرفضها، خلاص يبقى جت من مجلس الشعب ومحدش يقدر يكلمك. لا ازاي، ده هو حريص عليها زي ما قلنا لكم اكتر من اثيوبيا، السيسي حريص على الاتفاقيه اكتر من اثيوبيا. هيعمل فيك بقى ايه بعد كده؟ فوق ما تتخيل وفوق ما نتخيل وفوق يعني ممكن يعني، فاهم ازاي؟ حاجه كده ولا في الاحلام. خلاص بقى، خلاص واحد حط الحبل حوالين رقبتك وماسكه وموقفك على الكرسي على طراطيف صوابعك، انت عاوزه يعمل ايه؟ يقول لك اعمل اللي انت عاوز تعمله. ساعتها بقى ايه يقول بقى المصري؟ ايه عري كتفك ومش عارف وبينت كتفها وعرض ظهرها والكلام اللي هو بيقوله ده، اللي هو كان بيشوفه طبعا في عيلته لما كانوا بيعروا نفسهم لحد ما يوصلوا اللي هم فيه. هوان، احنا عايشين في هوان، لا نملك الا ان احنا نفهم الناس ونحاول كل واحد بقى بدوره. انت حاول بقى تنشر الكلام ده، يعني لو مش قادر تنشر الفيديو انشره بالكلام، افهم اللي بيتقال فيه، يقول له اه والله ده الراجل طالع امبارح يقول الموضوع محتاج صبر، وهي التانية بتبني وهو ماضي معاهم ان هم بيبنوا، احنا بنصبر وهم بيبنوا، احنا بنصبر وهم بيملوا، كلام جميل. لكن المعيز صدقت ان هو يروح يحارب جيش من اقوى الجيوش اللي في العالم دلوقتي؟ قال لك خط احمر، الله مش التمثيليه بتقول كده، مش احمد موسى قال لهم كده؟ خلاص يبقى هي دي اللي بيحاربهم، لكن اللي بيمنع عنه الميه، اللي بيمنع عنه الميه ده لا ما نقدرش بقى، لا الحرب وحشه. ساعتها الحرب يا جماعه برضو مش سهله، انتوا فاكرين الحرب سهله كده؟ لا الحرب مش سهله كده. هنقول ايه؟ نرجع نقول تاني، اللهم قد بلغت، اللهم فشهد، اشوفكم على خير ان شاء الله.